إذا مرحبا بكل متتبعي قناة شوف تي في. من خلال هذه الحالة الإنسانية كما تنعرفوا أن المغاربة كلهم تسعوا للخير وتديروا الخير. معنا السيدة حفيظة اللي يعني بعد المرض ديال المشغل ديالها اللي هو فرنسي مقيم هنا بمدينة مراكش، بعد ما يعني طاح بالمرض وما لقاش اللي عيلو، الآن لا حفيظة والتي هي تتخرج وتتخدم بعد ما كان هو المشغل ديالها، وكانت تتقاضى من الطرف ديالو واحد يعني الصالير باش تعيش هي ووليدتها. دروكا بعد المرض ديالو يعني ولات هي خاصها تجري وتجاري باش انها توفر التكاليف والمصاريف ديال العلاج ديالو. غنخليو لحافظة انها تحكي على اللسان ديالها كيفاش كانت عايشه مع يعني المقيم الفرنسي هنا بمدينه مراكش، وكيفاش تمرض ويعني المعاناه ديالها دروكا مع المرض ديالو. لحافظة يعني بغيناك تحكي لنا يعني قبل كيفاش كان عايشه مع هذه السيده. السلام عليكم. كنت عايشه معاه بخير، كان بخير حتى هو، كان بصحته عادي بخير على خير، حتى والله عمر هضر. هو اللي خلاني انا ما نتخلاش عليه، حتى هو عارف المشاكل ديالها وعارف العائله ديالي ما فحالهمش. الصراحه انا اصلا كنت خدامه في واحد الرياض، وكان هو يكليان عندنا وجا عندنا، وهكا مني حتى كان تيجي يسكن هكا، مني خدا الدار ولا مني خدا جداني معاه، صافي تنخدم عادي، كلشي دايروا لي الحقيقه في يديا. انا اللي فراشت، وانا اللي درت كلشي، وتا هو كان بخير. تا مرض هذا المرض هادي، راه ماشي دابا سي 17 هادي باش مرض. نعم. يعني شنو المعنى من المرض؟ يعني كيف شنو هما الاجراءات اللي اتخذتي باش انه تعتقي يعني هاد السيد الفرنسي المقيم هنايا؟ شنو هما الاجراءات اللي درتي باش تعتقي من هذا المرض هذا؟ اول حاجه هو انني خديته للسبيطار، هذيك اول حاجه. عاد انا مشيت للقنصليه الفرنسيه، مشيت لعندهم عاودت لهم المشكل ديالهم، جاوبوني حقيقه، جاوبوني وعيطوا لي لومبيلونس، عيطوا لي لومبيلونس، جاتنا داتنا محمد السادس. ولكن مني جات لومبيلونس مشينا لمحمد السادس، صافي تقاد داكشي. بقيت انا مع السيد تماك، انا قلت راه غيجي شي حاجه من تماك، لا يجي شي حد يسول علينا. ولكن انا ضليت وحق الله العلي العظيم الى من 3 حتى 7 الصباح وانا تماك، لا ماكله لا شرب انا وهاد السيد. حتى درت لي الوراق وداكشي، وجينا هكاك، جينا وقع كاين مشكل وعاودت لهم المشكل. جيت وصبرت، ما باقي قلت والو، انا كنصير، انا كندير كلشي لعندك. انا في الاول تسلفت من عند مالي الحوان، درت كريديات، درت كلشي. دابا لعندك ما بقاوش بيعتون، دابا هما تيطالبوني بالفلوس ديالهم، ما كاين مشكل. دابا حاليا صافي، دابا كاع ولا كلشي كيديروا تحت منه. انا اللي كنغسل ليه، انا اللي كنحشك، ما كنتش كاع تنقدر ديك الساعه نشوف، دابا وليت كله انا اللي تنبدل ليه، انا اللي كنجي ليه الكوش، انا اللي كنغسل ليه، انا كلشي. وما نقول لكش راه لا اله الا الله. يعني ما تحركش القنصليه ولا شي الاصدقاء ديالو ولا شي واحد من العائله، ما حاولتيش تتصلي بشي واحد من العائله ديالو انا باش نجي نقدم من هذه الحاله المرض اللي فيها؟ اتصلت بهم، عنده ولد واحد هو اللي عنده، هو اللي كاين. ولكن حتى هو راه بهذا المرض، بهذا الفيروس هذا، كي عرفتي كلشي محبوس، وزيدوا حتى هو ما فحالوش، حتى هو ما خدام ما والو، جالسين في الدار. من حد كاع تنقول لها كتنعيط ليه، ما كاين والو اخويا. يعني ملي تتوفري دروكا باش تعاوني راسك، تنعرفوا بان يعني السائح الفرنسي او المقيم الفرنسي هنا بمدينه مراكش هو طاح مريض، كنت تاخذي من عنده واحد البركه الفلوس باش تعيشي وتتعيشي معاه. دروكا هو طاح مريض، كيفاش ديري دروكا تتصرفي امور؟ دابا وحق الله اخويا ما كذبت عليك، الا دابا حاليا كنبيع البيض، انا تنبيع البيض باش نلقى مصروف، وفي هاد 10 بعد التعارج باش نلقى المصروف ليه وليا، ماشي ليه بوحدو، ليه وليا. وحاليا انا دابا تنبيع البيض، وما نكذبش عليك، اللي عرفت تنمشي لعندو، اللي هذا ما نكذبش عليك، راه كنت شفت واحد السيد هو اللي داني عند واحد السيد في الجمعيه، ومشيت عند القايد ما خليت فين مشيت، من المعاونه تمشي تنطلبها وحق الله العلي العظيم، يا ما قعدتش. ولكن دابا راه تقاد جهد، راه تقاد جهد يا خويا، لا اله الا الله. والاصدقاء ديالو اللي تيعرف هنا في مدينه مراكش ما حتى شي واحد؟ ما عنده حتى شي حد، ما عنده حتى شي حد. ودروكا يعني كيفاش تشوفي المعاناه ديالك مع يعني بعد ما كنتي انت تاخذي واحد البركه باش تعيشي وتعيشي بها اولادك،
وعايشه معاه وليتي دروك دابا انا تزادني حمل اخر. دابا ما بقيتش نفكر في راسي وحق الله العلي العظيم. الا انا راسي دابا ناسيه، دابا تنفكر فيه هو اش بياكل اش بيشرب اش من الدواء. دابا هاد الدواء خصني، هاد الدواء هذا اللي تقاد خصني نشري ليه، تقاد خصني نشري ليه، خصني نفكر ليه في الدواء ديالو، نفكر ليه في الماكله والشرب ديالو، شحال من حاجه. بالنسبه للتحاليل داكشي اخويا ما قلتش لك ما غنعطيكش لحقاش باقي ما درت ليه حتى تحاليل. دابا حاليا هي الدواء، مشيت عند الدكتور خرج لي هاد جوج دوايات. دابا وليت كنعطي غير هذا ماشي هذا ما غاليش بزاف، هادشي هو اللي كاين. وما عرفتيش شنو هو المرض اللي فيه هو دابا؟ انا فاش درت ليه السكانير قال لي عنده شي عرق مبوشي في الراس، هادشي هو اللي قال لي. هو تيقدر يتكلم؟ ماشي بزاف، مع طاح لي نسال دابا راه ولا شويه، دابا راه ما كانش يقدر لا يتكلم لا يتحرك لا والو، مازال دابا شويه. نعم. دابا ولا كيهضر واحد شويه. وشنو هو الرساله ديالك ولا النداء ديالك؟ انا تنطلب من جلاله الملك محمد السادس يوقف معايا، ومن الوالي تاع جهه مراكش تاهو يوقف معايا، ومن السفاره هذه السفاره الفرنسيه تا هي توقف معايا، توقف معايا وتوقف مع هذا السيد حتى هو. انا تنطلب، هو الطلب ديالو الوحيد هو يمشي لبلادو، هادشي هو اللي يتعالج في بلادو. وما انا راه لا اله الا الله اخويا، ما لقيت اللي وقف معايا انا، هادشي هو اللي كاين. من الناس اللي كيشوفوني ومن المحسنين يتعاونوا معايا ويتعاونوا مع هذا السيد، هادشي اللي تنطلب، هادشي اللي تنطلب لا اله الا الله. الجهد ما بقاش؟ الجهد ما بقاش اخويا، ما نكبش عليك. شحال عندك الوليدات؟ انا عندي بنيه ولكن عندي عائله، عندي امي وعندي با وعندي واحد جوج خوتي، ولا اله الا الله اخويا. انا اللي كنصير كلشي عارفني في الحومه، انا اللي هزت الحمل وانا اللي كنصير. دابا ما بقاش، مازال داك الشويه كنت نقبطو وداك الشيء تندير بها كواك. تنقسم لك دابا حتى البنت ما عندي باش ندخلها للمدرسه، الكتب ما عندي باش نشريهم، وهاد وكاع داكشي مازال البنت وداكشي راه غنقدر نشوف اللي نشوف شي حد. ولكن هاد السيد هذا انا كاع الهم ديالي الواحد هو هاد السيد. تنطلب انا المسؤولين يديروا شي حل يديو باش حتى انا نشوف نقلب على راسي في قنت اخر. واش فهمتيني دروك باش نقلب على راسي في قنت اخر؟ انا كاع ما بغيت حتى شي حاجه، بغيتي هاد السيد يمشي، هادشي هو اللي كاين. ديروا معاه شي حل يشوفوا اش يديروا ليه. هما الا بقى انا لا عندك شي نهار تيموت، لحقاش راه نهار تيكون شويه لغت ليه تنخليه هكا شويه شويه، من عليه تنخرج ترجع تلقاه في ثاني السيد في حاله اخرى. دابا حاشاك راه ولا الدم دابا تينزل البحر هكاك الدمايات، وما عرفتش لا عندك ما عرفت ما ندير ليه. مني مشيت كاع عند القنصلية عطاوني واحد لا ليست، نسيت في الدار ما جبتهاش، واحد لا ليست فيها فيها غير الطبيب، فيها الطبيب هي اللي في كليز وهذا، كيبغي ندير انا تنمشي عندهم. قال لك يمكن تعيطي ليه، الا بغيت نعيط ليه راه خص الفلوس، ملي بغيت نجيب انا الفلوس باش نعيط ليه لهنا. حتى الكريسه باش نهزو راه ما عنديش، كانوا عاطينها لنا هاد الجيران من دابا بغاو عطيتها لهم. دابا الا بغيت نهزو كاع الطبيب ما كاين فين نهزو، وانا هي بوحدي. حتى البنت اللي كانت معاوناني دابا مدرسه بغيت نبقى هي بوحدي دروك، مازال هي كنت نخليها انا الا بغات شي حاجه وتنخرج انا تنقضي حاجه اخرى في الزنقه وتنخليها هي. دابا المدرسه هادي كي بغيت ندير؟ واش نمشي للزنقه ولا نقابلو هو ولا واش ندير؟ ولا اله الا الله اخويا، هادشي هو اللي كاين.